واحد بيقول قرأت في رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس الإصحاح الثالث من آية 1-7 يقول إن ابتغى أحد الأسقفية إنه يشتهي عملا صالحا إلى آخر الكلام، فإنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعد امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما إلى آخره، فهل يحق للأسقف أن يتزوج أو لسامة أسقف متزوج؟ أرجو الرد. هذا الكلام يؤخذ على تاريخ قول هذه الرسالة في العصر الرسولي، يعني لما قامت المسيحية وآمن بها كثيرون كان في أبرار متزوجين، فهل هؤلاء يحرمون من الأسقفية في ذلك الحين؟ بدليل أن بطرس الرسول نفسه كان متزوجا والمسيح شفى حماته، يعني كان متزوج. وبولس الرسول بيقول أما كان ممكن لينا أن نقول بزوجة أخت كما يفعل باقي الرسل، يعني الرسل اللي كانوا متزوجين كانوا بيقولوا زوجاتهم معاهم كأخوات. فدي عن العصر الرسولي اللي هو ما كانتش القوانين بتاعت بتولية الأساقفة موجودة في ذلك الحين، ولكنها فيما بعد أصبحت من الأمور غير المقبولة، بدليل أن البابا ديمتريوس الكرام وكان في الأصل متزوجا مع أنه كان عايش مع مراته كأخ، الناس كانوا متضايقين من الوضع بتاعه مع وجود هذه الآية، لدرجة أن ربنا صنع معجزة بالنسبة ليه هو ومراته علشان يثبت بتوليته رغم زواجه. ثم لما جه مجمع نيقيا المسكوني المقدس، المجمع الأول في سنة 325 ميلادية، قطع في هذا الأمر قطعا نهائيا بأن الأساقفة لابد أن يكونوا متبتلين، يعني ما يكونوش متزوجين. وحاليا كل أساقفة العالم كلهم بتوليون ما عدا أساقفة الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية فهم متزوجون. دي حاجة لها التاريخ ومشي، وإحنا ماشيين على التقاليد القديمة على الأقل أن بولس الرسول قال في رسالته إلى كورنثوس الأولى إصحاح 7 غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، أما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. فمن جهة التفرغ من جهة الوقت وما يكونش عنده مشاكل عائلية خاصة ولا اهتمامات أسرية، الكنيسة فضلت أن الأسقف يكون بتولاً.